أنتم تسمعون في 90 دقيقة. نص نهار وتسعة دقائق على يافام أحلى غدي ومرحبا بكم. شكرا لكم على المتابعة. رمضانكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. معاكم في من وراء الميكرو فايزة العرفاوي في تعويض زميلتي خلود مبروك بحذايا الأنيق والجميل بالابتسامة العريضة عبد العزيز القطي. أهلا وسهلا بالسيف. أش عام فيك رمضان دايخ؟ معايا على يساري سفيان بن حميدة كالعادة نظارة فوق عينيه ونظارة تتدحرج فوق صدري. ايه عاملين جو. مرحبا بكم محليكم. هذه 90 دقيقة في نسختها الرمضانية اللي جيكم من نص نهار الماضي ساعة ساعة رفقوكم ان شاء الله بالاكتواليتي الناسيونال والانترناسيونال بالتحاليل متاع الكبار المحللين الموجودين معنا اليوم في بلاتو 90 دقيقة. كبرنا في طاعته. ايه كبار في تحاليلكم. تحاليل كبيرة والكبر يجيب الشفافية والحياد ولا صوفيا؟ ويجيبك النظرة من بعيد. شكون؟ اي من بعيد ما نقربوش برشا ما نغوصوش برشا ما نغطسوش ما نتورطوش. اما سفيان ساعات يبعد لين ما يولي يجوف فلو. على كل هذه برنامج يعنى بجميع المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه السياسيه. احنا اليوم نحلوها بطريقه نحاولوا نقول ديما المحاوله البشريه موفيها وعليها عبد العزيز القطي. نحاولوا انه نكونوا محايدين وان نقدموا ان الراي والراي الاخر. هذاك علاش عندنا ديما زوز اراء في البلاتو هذايا. اليوم باش نتحدثوا على لقاء جماعة رئيس الحكومه بمحافظ البنك المدرسي المركزي المدرسي سي رمضان عمل فيه اللي كان محور تحويل الاموال المشبوهه. باش نحكيوا زيدا على محاميه مشطوبه تتراس شبكه اجراميه لتدليس الاحكام. باش ناخذوا المعطيات من عند الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني بعد شويه سي حسام الدين الجبابلي مشكور قبل دعوتنا. زيدا باش نتحدثوا معاه اكثر على تفكيك شبكه دوليه. سفيان تنشط في مجال تهريب السيارات. كثرت الايامات هذيا التفكيك الشبكات والعديد من الشبكات. ان شاء الله ما عاودش الراوه وان شاء الله يتم تفكيكها جميعا. باش نحكيوا زيدا على كارثه انسانيه جديده قبيل السواحل التونسيه اللي اعلنت عليها منظمه دوليه للهجره بعد غرق سفينه نتاع مهاجرين ماساويه. شكرا لكم على المتابعه ومرحبا بكم. نبدأ مباشرة بلقاء جماعة رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمحافظ البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية لمضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تجديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية حسب بيان لرئاسة الحكومة. سوفي هو بوم عليها. على شنو نتحطوا كي نقولوا الأموال المشبوهة؟ لازم هو احنا نتحدثوا على موضوع مراقبة تمويل الجمعيات. هذا اللي حكى عليه الرئيس الجمهورية. ثم اللي صار عليه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة. رئيس الجمهورية عمل اجتماع مع وزيرة العدل ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي. صار اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة. ثم اجتماع برئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي. أي. المشكلة متاع تمويل الجمعيات مشكلة طرحت تقولش عليها هي أنه التمويل المشبوه للجمعيات. أخي التمويل هو نجم لازم يكون مشبوه. ما هو هذا هو احنا المجتمع المدني ما عندوش دور. احنا عملنا الركورسي السهل نتاع انه كل تمويل اجنبي المجهول راهو مشبوه. الورك هو التمويل الاجنبي موجود بصفه طبيعيه وينجم يكون ايجابي وايجابي جدا. وحتى الحكومه هي قاعده تستعين بالمجهول بالتمويل الاجنبي في بعض مشاريعها. ثم أنه ثم السيدة المستمعين بتاتر يقول لك جمعيات جوس إنصات وتوعية لكن جمعيات شفناه المجتمع المدني شفناه عمل دور كبير خاصة في أزمة الكورونا. شكون اللي هز لي كونسنتراتور دوكسيجين للنساء الكبار والرجال الكبار والبلايس البعاد والجهات؟ شكون وصل للنقاط اللي ما نجمتش توصل لها الدولة؟
المجتمع المدني الحقيقة. أنا نتذكر أنه خدم خدمة هي إذا عندنا اليوم مجتمع مجتمع مدني راو ماهوش جراس للسلطة لا توا لا قبل بس نبدأ واضحين سي جراس لعلاقاتنا مع تنظيمات وجمعيات مدنية ومنظمات دولية وإقليمية دولية اللي هي ساعدت في تمويل مشاريع متاع تكوين متاع تربية متاع معناها تقوية قدرات. المشكل وين؟ أنه صحيح فما بعض التمويلات الأجنبية مشبوهة لجمعيات مشبوهة بل أكثر من كيكة. ثابت اليوم أنه فما تمويلات استعملتهم استفاد منهم الإرهاب والتطرف بصفة عامة عن طريق جمعيات معينة. طيب أما نحطوا لعبة كل فشكرة معناها هذا مش معقول. فما سمحني قبل ما فما المرسوم 88 وهو مرسوم واضح ويطرح كل الإشكاليات. ما فماش علاش اليوم نحبوا نطيشوه مع كما عملنا في العديد من القطاعات الاخرى بدعوى انه يلزمنا نعاود ونشوفوا كيفاش باش نرفضوا التمويل الاجنبي راهو فهمت يعني نحاولوا نكسروا تو كسرنا احنا كسرنا الأحزاب السياسية وحبينا نكسروا النقابات حاولنا نكسروا الإعلام توا نحبوا نكسروا حلقة وسيطة أخرى اللي هي جمعية المجتمع المدني. أنا نقول رانا هذايا اللي التمشي هذايا راهو إجرام لكن لازمنا نراقبوها سفيان يلزم وعندنا آليات الرقابة آليات الرقابة موجودة وما استعملناهمش بالكدا اللي هما آليات الرقابة موجودة الكل الآليات الموجودة اليوم منهم لجنة الرقابة المالية منهم الديوانة منهم وان بلوس راهو ما يجيوش بتحويلات الفلوس المشبوهة مالك كيف يجيو بكاميونة تدخل بالتهريب بكاميونة بساك بوحدة فريزة انت ثم جمعيات قاعدة تهرب في الفلوس هكية معناها قاعدة تدخل فلوس يجيو فلوس هكاك اي لا لا يجيو هكاك بالوحده يجيو خلينا نمشي عبد العزيز قلت اليوم ثم تمويلات داخل الجمعيات على جمل كما قال سفيان بطبيعه الحال سفيان شو قلت لي انت ذي الوسائل انا شو نحب نقول لك انه التمشي هذايا التمشي هذا التمشي نتاع محاوله ضرب المرسوم 88 راهو اجرام في حق البلاد هذا يلزم نكونوا مقتنعين به واحنا نقولوه توا للتاريخ لتبرئة الذمة. عبد العزيز قلت اليوم ثم بالحق فلوس قاعدة تدخل للجمعيات عن طريق جمل هي طريقة تعبير مجازي لكن هو ذاك اش قال لك عن طريق بطبيعة الحال هم الجمعيات هذه هي جمعيات هو اللي يحكي عن الجمعيات وانا نسمع في سفيان فما جزء من المجتمع المدني ومن الجمعيات اللي هي ضرورية ولكن لازم نذكر اللي فما 20,000 جمعية في تونس وهذوما الكل تخلقوا بعد الثورة وهذوما تخلقوا في إطار مخطط الخراب العربي الذي تم صناعته وتمت بلورته لتحطيم ولتخريب دول كما تونس وليبيا وسوريا والعراق وعطاوة ما يسمى بالربيع العربي وكان جزء من البوزل الكبير متاع عملية التخريب هو ما يسمى بالمجتمع المدني اللي كان في إطار هذا المخطط ثم جمعيات برزت في الوقت ذيك وبعد ما عادش عندها في هذا المخطط أنه يكون هالمجتمع المدني واللي عنده دور ويكون فاعل على مستوى تحويل وجهة الرأي العام التدخل في الإعلام التدخل في السياسة التدخل في عمليات الإرهابية كما كان يحكي سفيان تمويل
أطراف معينة وتمويل الشارع لربما حتى للقيام بالاحتجاجات عندما تقتضي الضرورة، ذلك وذلك كله شفناه. والعشرين ألف ولا إيش، وعشرين ألف جمعية من المجتمع المدني اللي موجودين، واللي كانت عديد من المحاولات والتي باءت بالفشل في تطبيق الآليات اللي كان يحكي عليها سي سفيان، والمراسيم اللي كان يحكي عليها سي سفيان، هذه كلها باءت بالفشل، وما نجم حتى حد يمس الجمعيات هذه ولا يوقف لها التمويل بتاعها، سواء بطريقة عن طريق البنك المركزي اللي في وقت معين وفي وقت من الأوقات كان متواطئا ومطفي الضوء على التمويلات المشبوهة لبعض الجمعيات اللي كانت أنشطتها مشبوهة واستعمالها لتلك الأموال مشبوه، وكذلك الأموال اللي كانت تجي من بالفليجة عن طريق المطار ولا عن طريق الأبرات ولا عن طريق الحدود ولا غيره، هذا معروف، ولا رجال الأعمال ولا غيره، ولا الفلوس اللي كانت يبعثها فلان وفلتان، كما الفلوس اللي قاعد يبعث فيها ود الغنوشي ونسيب الغنوشي وغيره إلى حد الآن، واللي فما قضايا مفتوحة، فما قضايا مفتوحة، قضية مفتوحة اللي بتاع القصرين وكذا، ود الغنوشي في بطاقة تداع بالسجن، يا أخي شنو هذيك، ما هي أموال كانت تجي منين، جي ما تجي من تركيا وتجي من قطر وتجي من عرش منين ومن أمريكا ومن غيره ومن غيره، ويلمدوا ويجيبوا هذايا النزيف من الأموال، ما نشبش نبدأ ونحكيه عليه توا، والله المجتمع المدني وقام بدوره وهو مجتمع مدني لازم تونس، وما يلزمناش اليوم نكسروه، لازمنا نكسروه لأنه كسر بلاد. وإذا كان اليوم عندك جمعيات من المجتمع المدني اللي هي جمعيات محترمة وتقوم بدورها حتى حد ما يمسها، أما لكن النسيز متاع الجمعيات المشبوهة التي خربت تونس يزمو يتكسر، كيما فما أحزاب خربت البلاد يلزمها كذلك تقف عند حدها بالقانون، والمحافظ البنك المركزي والتمويلات هي العصب الرئيسي لكل عمل سياسي ولا كل عمل في المجتمع المدني، وعليه متابعة هؤلاء وتتبع. أما عبد العزيز حطيتهم الكل فرد سلة، ما حطيتش أنا، قلت لك عادة ما حطيتش، أنت ما كنتش تسمع فيها، قلت لك انا فما خلط، انا ما خلطتش، اسمعني عايشك تو، مش على خاطر بدي علت ما يلزمناش نخلطوا، مش نولي زاده ان عايشك، قلت لك فما مجموعه من الجمعيات اللي تقوم بدورها امورها مريقله وحساباتها مضبوطه ومحترمه، وذوكم هما المجتمع المدني وربي يبارك فيهم ولازمين واحنا نشجعوهم، اما لكن فما نسيج اخر وهم اغلبيه ويعدون بالالاف، خربوا البلاد هذه وساهموا في خرابها، سواء ساهموا في تمويل الارهاب وساهموا في تمويل شراء الاصوات وشراء الذمم وتقديم المساعدات لتوجيه الراي العام وتخريب الاعلام وتخريب العديد من المجالات، هذوما يلزمها تتحاسب، ويلزم الفانة متاع الفلوس تتسكر عليهم. هذا ما يجيش بتطبيق بحسن تطبيق المرسوم كذا وبما نعرفش شنو كذا والمحافظة على المجتمع المدني، لا يا حبيبي، هذا يجي بالحزم وبتطبيق القانون وبالوقوف في وجه هؤلاء والتصدي لهم بيد من حديد مش لعب. واضح. أعذر سفيان بسرعة خاطر ضيفي عبر الهاتف يستنى فينا. معناها ردوا بالنا من الخلط ما بين المجتمع المدني واضح وما بين الخارجين على القانون. المجتمع المدني راهو ملتزم بالقانون. أذوما الجمعيات والمنظمات والأحزاب والتنظيمات اللي عندها تمويلات مشبوهة وكذا، أذوما راهم خارجين على القانون، مارقين على القانون بمعنى آخر بالعربي، راهم مجرم، مش مهم هذا، ما فاتش حده، هذم برا من القانون، إذن هما مجرمين. سوفيان نرجعوا سوفيان نمشي مباشرة على بلازم قطي ومكان حسب محد نمشي فاصل إشاري ونرجع معايا الناطق الرسمي باسم الإدارة العام للحرس الوطني السيد العميد حسام الدين جبيبي. إشارة إلى موضوع آخر وهو محامية مشطوبة تترأس شبكة إجرامية لتدليس الأحكام، نمشي مباشرة معايا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني السيد العميد حسام الدين جبيبلي، مرحبا بك. مرحبا بك سيدة خلود، إن شاء الله ربما مبروك لك وكيف فريق العمل معك ولشد المستمعين والمستمعات كذلك. عايشك، مرحبا بك سي حسام، معطينا حيثيات شنو الحكاية، علاش تم إيقاف المحامية هذه، فاش قاعدة تعمل، شنو الشبكة اللي تترأس فيها وكيفاش اكتشفتوها؟
بالنسبة للإدارة الفرعية لمكافحة الجرائم أثناء العمل نتاعها عندها معلومة مفيدها كون مسمى محامية مشطوبة بعد تنسق مع أحد الأنصار المفتش عنهم ويدعموا في شبكة مختصة في تدليس الأحكام القضائية. كيف تفسر هنا التدليس كيفاش؟ تدليس الوثائق، تدليس العقود البيع، تدليس وثائق خاصة بأراضي دولية تم تحويلها وتم بيعها إلى العموم، وتبين كذلك لكونه عندها هي مفتش عنها، وكذلك فيها كذلك حتى بطاقات جلب. تقريبا الموضوع تم مدة كبيرة، الوحدات قاعدة تقدم عليه خاصة في دار الشؤون العدلية الحرس الوطني، وتأكدوا من المعلومة والمتواجد بتاعها، وفي كل مرة تم الحصول على الأذون القضائية إلا وقاها تبدل مقر الإقامة بتاعها، وكذلك تمت مشاهدتها في عديد المرات في تغيير وسائل التنقل سواء كانت سيارات فاخرة إلى وسائل نقل عمومي أو حتى إلى سيارات عادية أو حتى سيارات كذلك أجرة. تم التفطن لها اللي هي موجودة في مكان معين، تم نصب كمين من طرف وحداتنا وتم إلقاء القبض عليها، هي كان معها نفر آخر، ويستظهر بوثيقة كذلك أخرى اللي هي تثبت وثيقة الهوية بتاعه إلى أنها كانت مرمية بالتدليس بعد التثبت منها. وتم كذلك استشارة النيابة العمومية في مرحلة ثانية بطبيعة الحال اللي أذنت بمباشرة تحرير جوز محاضر عدلية في شأنهم الاثنين، وكان الأول من أجل تدليس وثيقة هوية رسمية، وثاني من أجل انتحال الهوية وغير اتخاذ إجراءات قانونية في شأنهم الزوج. سيد العميد، معنا العديد من الجرائم ارتكبتهم المحامية هذية على غرار الخطير والأخطر، على حسب ما أظن أنه تحويل صيغة أراضي دولية إلى أراضي خاصة وبيعها وتدليس وثائق خاصة، معناها والعديد، معناها ما كانش اختصاص واحد، متعددة الاختصاص. تم أحكام قضائية كذلك مرمية بالتدليس قامت اللي هي على ضوها قامت بانتزاع الأراضي هذه كانت على ملك الدولة وتم التفويت فيها على ذمة العمر. أي واضح. زد هناك قضية أخرى هي في جيبس تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب السيارات. سيد العامين، كيف تعطينا أكثر تفاصيل؟ اللي هي الأبحاث العدلية اللي ترجع لإدارة الشؤون العدلية، ولكنها كوحدة قيادة موجودة في إقليم الحرس الوطني بجيبس وتحديدا منطقة الحرس الوطني بجيبس، اللي كونه أثناء الحملات الأمنية اللي تمت ملاحظة تعرف تم حس أمني عند وحداتنا سما السيارات فاخرة تحمل ترقيم أجنبي وقاعدة معناها المكان التجول نتاعهم في منطقة جيبس، وثم جات المعلومة اللي كونهم قاعدين يخرجوا ثمانية لتخريجهم خارج أرض الوطن، وبالتالي كانت تونس عبارة على منطقة عبور بين دول أخرى في تحويلها السيارات هذه. دونك تم تنسيق مع النيابة العمومية، تم نصب كمائن مختلفة خاصة في الأزمان والأماكن، وين تمت الإطاحة بتسعة سيارات فيهم 12 نفر من يحملوا جنسية أجنبية. الوثائق نتاع استيراد السيارات المرمية بالتدليس، كذلك بالنسبة لوثائق السيارات المدلسة، وحتى الشركات اللي ترجع لهم بالنظر هي وهمية، وبالتالي تمت مباشرة قضية عدلية في جميع الأنصار هذوما، وتم الاحتفاظ بهم على في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العمومية. واضح، شكرا لك العميد حسام الدين جبابي، شكرا لك على كل التوضيحات هذية وعلى قبول الدعوة. ميرسي بوكو شيء طيبة. سامحني عميد، عندك سؤال سفيان؟ تعليق مسالش، خليه يسمع معنا سيد العميد، كان مازلت معنا سفيان بن حميد عنده تعليق، تفضل سفيان. أنا أحب أن نثبت الساعة، هو أن راي ذي المحامية المشطوبة راي معناها ما عادش محامية ولات مواطنة فقط، بما أنه تم شطب اسمها باعتبارها معناها ما عادش محامية. علاش هذايا نقولوا هذا؟ لأنه ما نحبش الـ يصير وصم لقطاع يا سفيان مشطوبة. اي كنت محامي مشطوبة يا اخي كي واحد يخرج من الخدمة ذيك يبقى ديما يحمل الخدمة ذيك اسبق الرئيس السابق، هذاك رئيس اسمه ما صرنا ليه المحامي السابق، ليه ما وجه خدم محامي في وقت من الاوقات وشوتب مش حتى قدم استقالته شوتب شوتب اي توا شنو كرونيكر
هي تحاسب نحاسبوها على اللي كان يعمل، نحاسبوها على الكامبين اللي كان يعمل فيه وقت اللي هو نائب. هي استغلت، اسمع يا سوفيا، هي استغلت صفه هذيك باش تتحايل، ما استغلت صفه اي في اطار تحايل، اما هي مواطنه نبعدوا على الوصم. كيما المره اللي فاتت نحكيوا على زوز موظفين في الصيدليه المركزيه، ان باش نقولوا مال الاداره العموميه في تونس خامجة فازة، ليه هما زوز موظفين فقط، دونك نبعدوا نخافوا من الوصل. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بالشبكات، كي نحكيوا على الشبكات وهي تعدد توا في المدة الأخرى، تعدد الأخبار على تفكيك شبكات، تفكيك شبكات أي، وهذا شيء إيجابي في حد ذاته، لكن تفكيك الشبكات يعني وجود هذه الشبكات. شنو يعني؟ يعني وجود استفحال الجريمة المنظمة في البلاد باعتبارها شبكات، دونك جريمة منظمة يعني استفحال الجريمة المنظمة في البلاد. شنو معناها استفحال جريمة الجريمة المنظمة؟ معناها الجريمة المنظمة إلقاء البيئة المناسبة للنشاط والانتشار، بمعنى وهذا يخلينا شو نقوله، هذا يخلينا أنه وزارة الداخلية بأجهزتها في فترة من الفترات كانت مقصرة لدرجة أنه الشبكات الإجرامية هذه. شكون اللي كان مقصر سوفي؟ وزارة الداخلية بأجهزتها إن كانت مقصرة إلى درجة أنه هذه الشبكات الإجرامية تنعوشت. اليوم يبدو أنه فما الربريزو ما من وزارة الداخلية، وهذا شيء محمود ولا بيه واضح. عبدالعزيز قطي شو مسيلم برشا اليوم، عبدالعزيز قطي ولبس بالأزرق مسيلم شو زلو زلو محليك شبكات. أكيد فرحان كما توينسى الكل، نذكر اليوم في المساحات الكبرى والمتوسطة أخيرا وأخيرا، ليش تحرق لي في المجهدة، باش تلقاو البنان بسعر 5 دينارات في المساحات الكبيرة. كين خلطوا عليه، كين خلطوا عليه سيدة المخرجة فرحانة ما نحكيوش، الناس الكل فرحانين بداية من اليوم. هاي دليل الفرشيشي زادة ما غاديك بشيبدأ التوزيع من اليوم، إن شاء الله نحقوا الاكتفاء الذاتي وما تصيرش فوضى. جات كمية كبيرة برا، ما معناها الخيرات كلها موجودة. اسمع، قد ما جينا كمية كبيرة نشدوا الصف ونعملوا لحظة في وسط الصف، هذاك التونسي هكاك تصورنا وانا نعملوا في العالم. احنا التونسي هكاك يحب يشري من كل شيء بزايد وكل شيء. الحقيقة عبد العزيز القطي، والله اللي لاحظته تعرف شنو، اذا كان فما محتكر هو المواطن التونسي اكبر واحد يعمل في الاحتكار. اسمع، انا واحدة من الناس عندي عطار بجنبي يقول له نحب ناخذ فرينة، لا يقول لي مدام تحب تاخذ فرينة، نقول له لا عندي زوز باكويت سافا جوابي، اما نرجع بعد بشهر نقعد شهر اخر وين لوجه، يقول لي يا مدام ماني قلت لك خور ما يصيرش نلقى اعمل حاجة اخرى، كل حاجة اخرى على كل حال. شوف شبكات الاجرامية ذي معناها الانواع هذه من الشبكات هي دائما موجودة، راهو ما والمكافحة متاعها هي عمل دؤوب لوزارة الداخلية، يعني وزارة الداخلية صحيح ممكن فما بعض الفترات اللي يوقع الاهتمام بموضوع على موضوع آخر، أما لكن هناك برامج متاع تصدي راهو لكل هذه الأنواع، ووزارة الداخلية فيها العديد من الأجهزة، كل جهاز له بنوع متاع عمليات إجرامية. أما لكن بطبيعة الحال الوضع الاقتصادي اللي موجود فيه البلاد، الحالة اللي كانت موجودة عليها البلاد لمدة سنوات مضت من التواطؤ السياسي مع صاحب المال، مع الكناتري، مع العصابات، مع المجرمة، مع الباندية، هذا الكل كان موجود راهو، هذا أعطى نفس للعديد من هذه من الشبكات ومن الأشخاص اللي يعتبروا روحهم أصبحوا فوق القانون وعملوا فلوس وكونوا ثروات وأصبحوا يتمردون على القانون. واليوم منذ مدة بدأ أنه الدولة تسترجع الهيبة متاعها وتتصدى لها، واللي هي مسألة لازمة وهذا في مضأمة، لكن لازم نقوله زادة اللي احنا على مستوى الجريمة الحمد لله هناك نتائج طيبة والدليل على ذلك. معناش قاعدين نشوفه في تفشي كبير، فما أعلى هرم السلطة اليوم
والإرادة السياسية واضحة في مستوى التصدي للمخدرات، وشفنا الأعمال وشفنا الاجتماعات اللي تصير والتوصيات على مستوى المخدرات وخاصة الصغيرات اللي هي الآفة الكبيرة. المسألة الأخرى هالفلوس هذه المشبوعة وفلوس المسخة وغسل الأموال وكذا، واللي هو زاد كيف كيف منبع زاد كيف كيف لربما لثراء البعض واستعمال هذه الأموال في غاية معينة للهجرة الغير نظامية أو كذلك للمخدرات أو كذلك للتجارة بالبشر. هذا الكل قاعد اليوم تحس بأنه هناك برنامج متكامل قاعد يتشكل قاعد يتكون تحت بينصير رعاية وزارة الداخلية والقوات الحاملة للسلاح، الكل اللي كل واحد من موقعه قاعد يخدم في الخدمة هذه. أما لكن ما نعرفه دائما راهو اللي يزرق اللي يسرق يغرب اللي حاحي، مش يكونوا دائما موجودين راهو المجرمة إن شاء الله ودائما شبت الأمن تكون بالمرصاد الحقيقة محلي الأمين أكثر ليهم. حاجة التصدي ليهم والعزيمة والإرادة والفعل الحقيقي على الميدان موجود ومتكرر ومتواصل بدون لا كلل ولا ملل. المسألة الإرهابية زادة كيف كيف في المدة الأخيرة قاعدين نشوفه في العديد من الإيقافات للعديد من العناصر الإرهابية المطلوبة من قبل القضاء واللي هي هاربة ولا اللي هي متحصنة في الجبال. العدد متاع الإرهابيين في الجبال انقص إلى مستوى معناها ضعيف جدا. هذا الكل بجاء جاب تلك المجهودات وتلك الإرادة من أجل التصدي للإجرام والإرهاب. أنت أقبلت توا شو قلت عبد العزيز القطي؟ أنا قلت له تو هذا كلام يا أخي عبد العزيز كنت معايا راو أنه انهارت اللي كرهبتي تكسرت وتسرقت في بلاصة اللي فيها عدد مهول من الكاميراوات، ولليوم مازلت نستنى في تليفونك هو ما كلموكش فيه؟ لا تليفونك هو ما فماش. صارت عندها أكثر من شهرية أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور. يعني إيش أقول لك؟ أنا راني إيش قلت لك ما جاكش حتى تليفون يبدو شيء قلت لك يبدو أنه كان موجود نوع من التساهل واليوم فما الربريز ينجم صحيح. وراه مش ما نغزروش أنا اللي قلقني هو أنه كنعملوا حاجة باهية نعملوها نقولوا راي باهية، لكن ما يلزمناش ننساو أنه ضروري أنه نعملوا تقييم للمرحلة السابقة. لأنه تقييم الحقيقة في قبل التقييم ساعات التقييم ياخذ منا برشا وقت. خلينا تقييم متواصل ونباسلك في نفس الوقت. أنا وقت نحكي على أنه المجهود كما قلت أنت يعني أنه هناك هبة من وزارة الداخلية أمام الملفات الكبرى، معناها نتكلم انه الاراده امام العناوين الكبرى في التصدي للجريمه. بيصير راهو الاخلالات نجم تكون موجوده بطبيعه الحال. راي مثلا انا نعطيك حاجات بسيطه، نقاط الضعف نعطيك حاجات بسيطه واحنا مجرد انه تحسن انه نقصد النطره لانه فما الريبريزومون وهي علاش كثرت النطره في البلاد. في فترة من الفترات راك تمشي المركز تقول له راو يقول لي أنا نمشي معك لاحظت على مستوى حركة المرور اليوم حركة المرور فما يربريز وما وهذا به حركة المرور. يا سفيان اليوم أنا لاحظت فما مدة اللي ولات هناك مجهود كبير فما محاولات على مستوى التحسين بتاع البوليسية متاع حركة المرور. ربي يبارك فيهم في العديد من النقاط وتلقاهم موجودين خاصة في النقاط الحساسة، وأنه فما مجهود كبير أنه عدي وصرح لا 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 لا, لا, لا صرح السيركيلاسيون خاصة في أوقات الذروة اللي كانت في قبل كانت سايبة الأمور وناس توا تحس اللي فما مجهود قاعد. نمشي مباشرة للموضوع آخر، هو شنو حكاية مصادر من البرلمان تقول لصحيفة الشارع المغاربي أنه تمسح بالسيارة الرئيسية والرئاسية من رئيس البرلمان.
أكدت مصادر من البرلمان لصحيفة الشارع المغاربي صادرة اليوم أنه تمسح بالسيارة الرئيسية ورئاسية المخصصة لرئيس مجلس النواب إبراهيم بودربيلة، وهي من نوع كذا ما نقولوش النوع. وحسب مصادر الصحيفة تمت عملية سحب من قبل الأمن الرئاسي بعد أسبوع من انعقاد جلسة العامة اللي خصصت لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، واللي انعقدت في شهر نوفمبر اللي فات. كما تلقى البرلمان مؤخرا مراسلة تدعو لتخصيص سيارة للرئيس المرتقب لمجلس الجهات والأقاليم، بما يعني بقاء سيارة واحدة فقط من أسطول السيارات اللي كانت مخصصة لرئاسة المجلس. نجم نقول حسب الشارع المغاربي بينصير أنه سحب سيارة من رئيس البرلمان بالطريقة اللي تمت بها وكأنها عملية استعادة محجوز دون ترتيب مسبق، لكن احنا اتصلنا بالمكلفة بالإعلام لدى رئيس مجلس نواب شعب، قالت أنه حكاية قديمة وهو طلب قال انه مستغني عليها. شنو رايك عباس؟ هي تصير كوز ترجعت هو لعل كانت هي قال ما نستحقش وحسب بيصير الروايه الرسميه. ما هو كانت رئاسه الجمهوريه راهو كانوا في وقت معين برشا راهو كانت كانوا عندهم كراهب من عند رئاسه الجمهوريه، راهو في وقت معين رئاسه الجمهوريه توزع في الكراهب اللي يستحق يهز، سواء تابع الدولة ولا تابع عائلات من يتعب من يتبعون الدولة. فذا صار موجود، والأكيد بأنه صارت عملية حصر لهالسيارات هذه. فما سيارة من 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 رئيس الجمهورية على ذمة رئيس المجلس، والأكيد أنه هذه مسألة قديمة صايرة من قبل والكرهبة موجودة، استرجعتها رئيس، لأنه ما فماش علاش رئيس مجلس نواب الشعب تكون عنده يتم معناها تسخير سيارة من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب هو مؤسسة عندها الاستقلالية المالية متاعها، ما عليه كان يكون عنده الكرهبة متاعه ويكون عنده وهذا تبع البروتوكول متاع رئيس مجلس نواب الشعب، هو إعادة الأمور في نصابها وتطبيق للقانون ومعناها التصدي لتجاوز معين كانت رئيس الجمهورية تقوم به في العديد من مع العديد من الشخصيات ومن حتى من عائلات وأبناء العائلات كذا. انا موافق عبد العزيز تماما في هذا التحليل. بلي تحيه بلي سيده المخرجه، تحيه اليوم سفيان موافق اليوم شبيه مسيل. لا 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 موافق موافق على كل حال. في هذا التحليل المنطقي اللي 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 يتعمل اللي يتعمل في ظروف عاديه جدا في بلاد ديمقراطيه جدا بالضبط. لكن سامحني، فما مشكلة لنا، مشكلة ظريفة. هو تنجمش تقولون من وقتاش رئيس الجمهورية ما قابلش الشخصية الثانية في البلاد اللي هو رئيس مجلس النواب؟ براتيكما منذ اندلاع منذ بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. أنا نعطي مثالش أنا أي. خليني أنا في ما هذا تو قلت أنت تحليلك منطقي أي. اقبل مني اقبل مني تحليل متاعي أيوة. معناها رئيس الجمهورية عنده مدة طويلة تحديدا منذ اندلاع هذه الميني كريز متاع التصريح الأخير الشهير في البرلمان ورئيس الجمهورية ما قابلش رئيس البرلمان، أنه وذايا يكون متزامن مع كرهبة عندك يجا رجحة توا فهمت، معناها ينجم يكون في إطار معناها استعمال للتطبيق حرفي للقانون، لكن السياق ما يمنعناش باش انه نفكروا واعتقد انه كي نفكروا كنوا صحاح في تحليلنا أي. انه راهو السياق يدل على وجود فجوه بالغضب معناها نقول حتى نوصلوا للقطيعه بين مؤسسه رئاسه الجمهوريه والمؤسسة التشريعية. أنا اليوم هذا للرا لأنه ما يتقابلوش ما حكاوش وقت اللي هي القضايا الموجودة اليوم في البلاد من المفروض أنها المؤسسة التشريعية عندها دور
فاعل ولعل قل مساند والا على قل مرافق فيها المسائل هذه. فوالا وحيات اي اف ام وين ما كنتوا تسمعوا فينا في اي جهه من الجهات ال 24، شكرا لكم زيدا على المتابعه في السنين هذه الكل لبرنامج 90 دقيقه. نمشي مباشره الى موضوع كنت اعلنت عليه قبل الفاصل عبد العزيز القطي، هو هو عن طريق جينا هيئة الدفاع يقولوا أنه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قررت مقاطعة وجبات الإفطار والسحور اللي تقدمها إدارة مركز الاحتجاز في السجن المدني في منوبة. وقالت هيئة الدفاع في بليغ لها بينسور أنه الأستاذ عبير موسي قررت إعفاء عائلتها من جلب القفة في شهر رمضان الكريم وبش تكتفي بالخبز والزيت والحد الأدنى لسد الرمق. معنا مباشرة عضو هيئة الدفاع على الأستاذ عبير موسي نوفل بودن، مرحبا بك سي نوفل. مرحبا بك، تحياتي ليك ولجميع متابعي يا شام. شكرا لك على قبول الدعوة. نمشي معك مباشرة إلى الإعلان هذايا، علاش رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر يعني هذايا النوع من ربما نعتبره إضراب جوع سي نوفل؟ هو هي قررت، هو ليس إضراب جوع بالمعنى المطلق، ولكنها قررت بمناسبة رمضان بعد ما تمنيت رمضان مبروك للجميع التونسيين أنها تقاطع وجبات الإفطار والسحور اللي تقدمها إدارة السجن سجن إيقافها، وكذلك عفت عائلتها باش ما تجيب لهاش القفة خلال هذا الشهر، وستكتفي كما جاء في البيان بكسرة خبز مغمسة بالزيت وبالحد الأدنى الذي يسد الرمق. وقالت لهم انعموا انتم بما لذ وطاب من المأكل على موائدكم الى غير ذلك من نص الرسالة اللي تبثت البارح للرأي العام والجهة الصادرة عن الأستاذ عبير موسي. الحقيقة الأستاذ عبير موسي هذا موقف الحقيقة هو شكل من أشكال النضال، ربما الشكل قوي شوية، ولكنه هي تحس بروحها أنها تعتبر أنها تتعرض إلى مظلمة. لكن صحتها في الميزان أستاذ، أنتم ما حاولتوش تقنعوها، ولكن هي ما يسد الرمق كما يقال. صحتها في الميزان، ولكن الأستاذة راهي مناضلة، معنويات عندها دائما مرتفعة، ودائما تتخذ لنفسها أشكال نضالية يعني متقدمة الحقيقة، للفت نظر الرأي العام ولمن له ربما اهتمام بوضعها، انه تعتبر انها تتعرض، تحب تتبين هي هذه خطوة احتجاجية نضالية، تحب تبين من خلالها انها تتعرض الى مظلمة الحقيقة، وانها لم ترتكب جرما في حق الدولة والشعب، وانها تعتبر نفسها انها تحاكم من اجل مواقف سياسية او بيانات امضت عليها او خطابات ادلت بها في نطاق ما يسمح به القانون كرئيسة حزب سياسي. وهنا نعرج على قضايا المقدمة من طرف هيئة الانتخابات واللي هي بكلها تتعلق بتصريحات أو ببيانات أدلت بها الأستاذ عبير موسي من خلال معناها المنصات القانونية اللي يسمح بها القانون كحزب سياسي معترف به قانوني ينشط في كنف القانون وفي كنف السلمية، وهذا معروف على الحزب الدستوري الحر. واضح أستاذ. أستاذ بربي نحب نسألك بما أنه شكرا لك، مشكور قبلت الدعوة متاعنا آخر، أنت كنت من الزائرين للأستاذ عبير موسي هكا ولا؟ اي زرتها. فماشي حاجه قالتها لك ربما ما ذكرتهاش في الرساله، او تحب توصل رساله اخرى، او عندها اشكال اخرى من اشكال نضاليه اخرى، او حاجه معناها ربما لم مازال بكري عليها كوا؟ لا احنا تو ما نصرحوش بما يقال في نعرف ليه جوست في ولكن نحب نقول اللي الحياه متواصله. الاستاذه خذيت هالموقف هذايا كبدايه معناها اشكال الاحتجاج على ما تتعرض له، وخاصة نحب هنا زاد نشير انه صار توسيع يعني نطاق
التتبعات إلى مريم سيسي اللي هي عضوة الديوان السياسي، المرأة الشابة، من أجل قضية الحقيقة هي محالة على الدائرة الجناحية يوم 14 يعني يوم الخميس لمحاكمتها في حالة إيقاف، في حين أنه الموضوع متاعها الحقيقة كان ضمن أو خرج من رحم القضية الأصلية متاع ما ذات يعرف عالميا بال قضية المكتب بالضبط لرئاسة الجمهورية واللي سبق ونظر فيه السيد عميد قضاة التحقيق ولم يكن من المتجه أو حتى من المفروض أن تحال في قضية مستقلة في ملف الحقيقة احنا سيكون معناها قاعة المحكمة يومها هو نطاق مرافعاتنا، وسنبين للمحكمة أن هذه الإحالة لا أساس لها لا من الواقع ولا من القانون. هذا زاد الشعور بالشعور هذا أنه فما نوع من توسيع نطاق الاستهداف القضائي إذا صح التعبير، ما نحبش نقول حاجة أخرى. وكذلك احنا النيابة تحيل، ونتمنى دائما أن القضاء الجالس أنه يكون يتمعن في الملفات ويتخذ أو يصدر الأحكام المناسبة والعادلة على ضوء ما هو موجود في الملفات من وقائع ومن معطيات. هذا شنو نتمناه احنا. إذا كان عندك سؤال إضافي واضح. سفيان بن حميدة عندك سؤال؟ سفيان لا ما عندي، عندي بعض الملاحظات. معك سفيان بن حميدة أستاذ. الساعة 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 باش نبدأ بمدام مريم ساسي وماذا بيا أما تأكد لي ولا تنفي لي المعلومة، هو أنه التهمة الموجهة لها نهار 14 هو أنها فسخت من تليفونها معطيات. راو تليفون متاحة هي والمعطيات متاحة شخصية وما فماش قرار من النيابة العمومية بأنها تاخذ من عندها التليفون ولا تاخذ ولا تحجزلها التليفون والمعطيات اللي في التليفون. شنو تحب تسأل سفيان؟ ليه سؤال، هذا معقول أنه واحد يولي في تليفونه في مكتوبه ما عادش هو اللي يتحكم في محتواه؟ شوف سي سفيان، هو الموضوع ذاك علاش انا قلت راهو الإحالة نتاع مريم ساسي الحقيقة تفاجئتنا احنا كهيئة الدفاع، لانه ساعة المعلومة اللي قلتها صحيحة، مانيش بعيد برشا على الواقع. خليني نشيخها بطريقة ربما أخرى تقنية. أوضح شوية لانه هو مريم ساسي راهي متهمة بحالة سراح في قضية مضمون فيها، خلينا نقوله بالمصطلح القانوني، في نطاق القضية التحقيقية اللي صارت عند السيد عميد قضاة التحقيق متاع مكتب الضبط، هي تحال النيابة حالتهم للتحقيق الأستاذة عبير موسي والأخت مريم ساسي بنفس التهم، أما الأستاذة في حالة إيقاف ومريم ساسي في حالة سراح. صار إذن بإجراء اختبار على الهواتف المحجوزة يومها نهار 3 أكتوبر، من ضمن الهواتف المحجوزة ما فماش هاتف يخص مريم ساسي. مريم ساسي لم يعرض عليها الاختبار، ما قالوا لهاش راك أنت ما تستعملش تليفونك، ما قالوا لهاش راك تليفونك محل نظر الخبير ورد بالك تستعمله. ما مريم ساسي في كانت في حالة مرضية في دارهم وجاها نوتيفيكاسيون كما يجب يجي أي المواطن تونسي يقول له راهو فما شكون قاعد يعمل يحاول يدخل يعمل لك بيراتاج على تليفونك ومنين؟ من ألمانيا في فرانكفورت. فكما أي إنسان سوي وعنده هكا حد أدنى من الاطلاع على الأمور التكنولوجية عمل يحمي نفسه ويحمل تليفونه، بدلت بتاتر الموت باس، بدلت كذا كما أي مواطن يجب يعمل. فهمت؟ ما كانتش تعلم في ذلك الوقت أنه اللي يحاول يدخل تليفونها هو ربما يكون معناها في نطاق الاختبار، لأنه معلمها حد وما نبه عليها حد باش ما تستعملش تليفونها، يعني هذا ملكها تليفونها تستعمله كيما تحب. بل أكثر من هذا يعاب عليها أنها فسخت بعض تدوينات أو بعض كتابات. الكتابات هذه منها حتى في هيئة الدفاع، فما جروب في هيئة الدفاع عملناه وكانت مريم هي المنسقة
بيناتنا كي نعملوا تقرير نصلحوه نحيك الجملة زيدك الجملة، وعندما يطلع الفيرسيون ديفينيتيف نضيف نفسخوا القديم اللي صلحنا عليه. هذا يعتبر حذف، عطوا براء أنه وكأنه حذف لمعطيات. على كل شوف، التهمة المنسوبة لمريم فاسي هي ما جاء بالفصل 20 من المرسوم 54، واللي يقول يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها 30,000 دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالة أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها إلى غير ذلك. هنا الفصل احنا نقولوا احنا مانيش مش رافعه، لانه يحكي على حكاية اخرى. معنى حكاية اخرى يحكي على منظومة، تعرفش معناها على نظام معلومات، كأنه واحد تدخل مش يعمل بيراتاج المنظومة بتاع بانكا ولا بتاع اي، مش يحكي على هاتف جوال خاص استاذ، هذا جوال خاص ليس محجوزا على ذمة القضية، لم ينبه على ما مريم سيتي باش ما تستعملوش ما تفسخش أو ما كما تحب هي. يعني هذا هو علاش نقوله احنا هذه القضية الحقيقة. هذا مثال آخر لسوء استعمال المرسوم 54. إن شاء الله القضاء يسعفنا وتورافه بأكثر تفاصيل وقانونية، وهكا مجال احنا باش نتكلموا فيه كمحامين إن شاء الله يوم 14 مارس. وفي الموضوع الآخر فيما يتعلق بعبير موسي، أن نعتبر أنه قرارها باش أنها تدخل في السوريجيم إيبوكالوريك فيه إضرار بالصحة، معناها إحقاقا للحق، وما يبعدش برشا راو على إضراب الجوع. ما يبعدش برشا، لكن هذا خيارها، معناها أنا راني ديما من ناحية المبدئية ضد المساس بالخيارات الشخصية، معناها لا ضد المساس بالانتهاك الذات البشرية، الحرمة الجسدية للناس، لكن الغاية متاع التصرف هذا أو القرار ذايا عند عبير موسي هو أنه تبقى موجودة في الساحة السياسية مهما كان الموقع اللي هي فيه، داخل الحبس خارج الحبس، المهم بالنسبة لها أنها تبقى موجودة. وسياسيا في الحقيقة نجحت في هذا، أنها تكون موجودة، عندها توا أكثر من 3 شهور في الحبس ما تنساش، وأكثر من 3 شهور ومع ذلك موجودة في الساحة السياسية، بخلاف برشا سياسيين يتمتعوا بحريتهم وحضورهم أقل بياسر من عبير موسى. شكرا لك سي نوف البودن، شكرا لك. وبالتالي ما نستغربوش من أنها اليوم تقريبا هي الشخصية الثانية أو الثالثة المزاحمة لرئيس الجمهورية في استطلاعات الرأي السيريوزة، مش الاستطلاعات الرأي لكيكا وبر. واضح. عبد العزيز القطي، والله وربي يفرج عليها عبير موسي، وربي يفرج زادة كيف كيف على المجموعة اللي ما يسمى بقضية التآمر اللي فيها سي شواشي وسي رضا بالحاج وسي جوهر والمجموعة اللي معاهم، لأنه كما قلنا احنا حبينا وتمنينا أنه يعديوا رمضان في ديارهم، لأنه ما فماش علاش. أنا نحب نتسائل هل أنه اليوم اللي ربما ما سبب في وجودهم في السجن وعدم غلق الملفات هذية وليزي اللي مقدم القضايا، هل أنه اليوم أنا ينجموا يرقدوا متمتعين بمكلتهم وتشقوا فترك مرتاح وتحس روحك مرتاح، وخاصة توا عبير موسي والقضايا متاع معناها ليزي، وأنه ليزي تقولها معناها والدليل على أنه يقولها اعتذر توا نسقطوا، ألور عندك إمكانية الإسقاط، ومعناها وتحرم أم وتحرم إنسانة من حريتها وأم من أولادها، وخاصة في رمضان علاش قال شنو يزم نعتذر وعلى شنو الاعتذار. هذه امرأة تعمل في السياسة وتكلمت وستكون أحدى ربما المترشحات في الانتخابات الرئاسية، وستتجه لتقديم ملفها إلى هيئة اليوم تشتكي بمعناها بالسياسيين اللي مش يكونوا من منظورها نهار آخر. أنا أقول هذا كله عيب،
ودائما ومرة أخرى أطلب من رئيس الجمهورية أن يتدخل في هذه الملفات من أجل أنه يحسم فيها ربي يفرج على كل المسؤولين إن شاء الله هذه في أقرب وقت. واضح. شكرا لك على هذه الرسالة الإيجابية عبد العزيز القطي، شكرا لك على الكم الهائل من المشاعر الإيجابية، إن شاء الله ربي يفك سراح المسجون الكل. مرسي بوكو صوفيا، نحن نتقابلوا في غدوة حلقة جديدة غدوة إن شاء الله من 90 دقيقة. مرسي بوكو نور، مرسي بوكو إيهاب وإيمان. خلي الكلمة مع الأنسة مكشيخ. بعد شوية يجيكم وليد زريات في العب.